أسعد مساكم كل خير. يعني درجة الطحن 00 ناعم جدا. إيه نعم ناعم جدا. شلون نعرف درجة الطحن في الحبوب؟ هنا لازم يكون موضحة من الشركة نفسها. تيبو 0 هنا الآن موضحة. هنا المواصفات والمقاييس للقمح نفسه يفترض إنه الشركة هي اللي تخبرك عنها. يعني مثلا هنا مكتوب no chemicals additional، ما في أي مواد كيماوية مضافة. مكتوب هنا with wheat germ، مع جنين القمح. إذا كان مع جنين القمح يعني يحتوي على أوميغا 3 أوميغا 6 بوتاسيوم سيلينيوم مغنيسيوم كالسيوم، هذه كلها تكون موجودة في جنين القمح. إذا تم إزالة جنين القمح ما راح يكون في فائدة، يعتبر مكرر منزوع منه الفوائد الأساسية. هنا مثلا الرقم اللي مع الدبليو 220 على 240 هذه توضح مدى قوة الجلوتين الموجود في الدقيق نفسه. كل ما ارتفعت عن 200 معناته الجلوتين ضعيف،